في تايلاند أرسل اليوم الجيش قوات كبيرة إلى الحي المالي في بانكوك غدا تتوعد قادته بمعاقبة المحتجين إذا نظموا مظاهرات معادية للحكومة هناك، مما يزيد المخاوف من وقوع مزيد من أعمال العنف بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط 24 قتيلا قبل أسبوع، حيث انتشر عشرات الجنود المسلحين حول حي سيلوم المركزي الاقتصادي والمالية الذي أعلن أصحاب القمصان الحمراء نيتهم التظاهر أمامه. المعروف أن أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا والمعروفون بأصحاب القمصان الحمراء يحتجون ويقومون باحتجاج منذ أكثر من شهر للمطالبة باستقالة الحكومة وتنظيم انتخابات مبكرة.